إنا لله وإنا إليه راجعون. بهذه المناسبة الأليمة أترحم على ملاكم بطلنا الإفريقي والعالمي الذي شرف الراية الوطنية في كل المحافل الدولية بعد التحاقه بالمنتخب الوطني في سنة 1964، وهو الملاكم لوصيف حماني، وكان هو القدوة للملاكمين في تلك الفترة. وحاليا كذلك كان يتمتع بحبه للوطن، كان دائما رفقة أمه التي كانت تروج للثقافة الأمازيغية بارتدائها تلك البدلة الأمازيغية والروبا الأمازيغية الأصيلة. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رواض الجنة يا أرحم الراحمين.